السلام عليكم، راكم تلاقيت على وبركاته. صباحكم بالخير. بونجور تو الموند اي جيسبر كو زالي بيان. اللي جديد معايا في القناه تشترك من فضلها ودير جيم وتفعل الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كامل جديد. نبداو اليوم ان شاء الله راح ندير لكم لا بات ا بيتزا ايطاليان تراديسيونيل، لا فري بات ا بيتزا ايطاليان. Bon, on a 500 g de farine. On a une cuillère à soupe. Une cuillère, mais ce n'est pas bombé. Une cuillère pleine à soupe de levure. On a 3 cuillères d'huile d'olive. On a une petite cuillère de sel ici. On a 300 g d'eau. On commence à la barakati la. La khamira rahi talat shfnaha kima tchoufou fiha rahi talat. Voilà. Zidou aliha l'huile d'olive. On mettouha f la farine. Comme ça. On mélange juste avec une cuillère. On va mettre de l'eau. 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 هنا نقدروا نخلطوا كامل، نخلطوا كل شيء دقيق. لا نستعملوا يدنا. كمسا نعرفوا لا تكستيور تاع لاباط اللي حابينها. هي اون برينسيپ لا باتا بيتزا نخليوها شويه خفيفه، ما نديروهاش شويه بزاف بزاف باسكو ما تجيناش خفيفه لا بيتزا تاعنا. درك نقول لكم اسكو نزيد الماء ولا ما نزيدش. Je pense que ça va être bien. On va la mettre un peu. On va la mettre un peu. Ça dépend de la farine. Elle est chaude ou la main chaude. Elle est chaude, non, ça va. J'ai refait 500 g de farine, j'ai refait 300 g d'eau. Mais c'est le hash. Et tout le monde, je vous mets la farine. 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 انا استعملت لافارين تاع 55 توما ديرو فارين اللي حبيتو. راكم شايفينها ماهيش تلصق.
غادي دير لي واحد 3 بيتزا ولا شي كبار مي سافا مويا. بون نديرها اون بول كوم سا نجيب ان بتي سلاديم نحطها نغطيها بان فيلم اليمنتر ونخليها تروبوزي بوندون اون اوغ هكا نحطها نخليها تروبوزي بوندون اون اوغ نرجعولها وفي هذا الوقت نروحو نوجدو لا غارنيتور تاعها. بون بعد ما ريحت العجينه تاعي تاع لا بيتزا اون اور ولا بلوس بوتيتر زدت عجنتها شويه حبيت نطول عليكم لا فيديو عجنتها شويه وخليتها زدت درتها دي 3 بول وخليتها تريح واحد 5 مينيت 10 مينيت كوم سا تجينا سهله في كي نطرحوها تجينا سهله. لا بروميير بول انا درتها في الفرن طيب حبيت نطيبها نص طيابها هكا قبل ما ندير لها لا غارنيتور ونخليها بور سو سوار ولا بور ان اوتر جو. وهذه ما راحش نطيبها نص طياب راح نقارنيها ديريكتومون لا بور ميدي. وحده راح نديرها بالصوص طوماط وهذه راح نديرها بلا كريم فريش. فوالا نبداو لا غارنيتور تاعنا ندير لها شويه كريم باسكو لا كريم تجي مليحه افيك باغ اكزومبل دو سومون ولا ميم دو بول البولي. انا راح نديرها اليوم بالسومون ما كترولهاش بزاف لا كريم كيما لا صوص طوماط باغي عندي هنا لو فرماج تاعي عندي دو فرماج عندي موزاريلا وعندي ليمونتال عندي لها ليمونتال دابور سور لا كريم ومن بعد لا بيتزا تقرنيها كيما تحبي كيما واش حبيتي ديري فيها ديري فيها. انا عندي هنا لو بوافر روج عندي لي زونيون فير ريا عندي لي طومات لي زوليف لي زوليف نوار كيما حبيتو نوار ولا فير دي شامبينيون اي دي تون اي دي تون. فوالا نبداو نديرو البصل تاعنا هو الاول وعلى نوزعوه هكذا وازار واش ميمي حبيتي لو طون تموت على الطوم ميمي لو شات تاعي انا نحب البصله في لا بيتزا جو سي با بوكو ضرني شويه مي نحبها. نزيدو البويفر تاعنا ونزرعو كيما هاك دي ترانش دو طوماط نزيدو لي شامبينيون نزيدو
السومون باسكو السومون فيه مي ما نديروش درك حتى نطيب كي طيب باش نديرو لا السومون فيه مي نزيد لها شويه تاع المعدنوس هكا نزيد نقعدها شويه نفلفل الكحل شويه الفلفل الاسود باش يفهموني الناس كامل نزيدو لها لوطو فوالا كيما هكذا انا نديرها في الفرن طيب وكي تكمل الطيب ندير لها الفرماج زعما نديرو لهاش دركا باسكو يتحرك الفرماج نديرها قبل الطيب ومن بعد نرجع لكم هذه نديرها بلا صوص طوماط منها درت لها صوص طوماط واجده عندي البروفونسال واجده نقرنيوها كيما لا بخوميير نديروها البصل هو الاول البصل يجي مليح في البيتزا اللي يحبو فرانشمون سي مانيفيك هذا البوافر تاعنا البوافر تحبو ديرو لا صفر تحبو ديرو لا الاحمر لا خضر كيما حبيتو champignons نكملوا هذا هذه اللي طيبتها نص طياب طيبت غير لاباط وحدها انا ندير لها هذاك الفرماج هذه نديرو لها الفرماج باسكو مش راح تطول بزاف في الفرن نزيدو لها شويه موزاريلا نزيدو لها الزيتون فوالا هذه ما نطيبهاش تو سويت خليها للسوا نطيبها نتلاقاو من بعد هاي لا بيتزا تاعنا وجدت طابت خرجناها من الفور اللي ترو شود لا لا واش نزيد لها نزيد لها جيست لو سومون جيست كوم سا بو دو سومون اللي يحب الحار انا نحب الحار نحب البيتزا حاره نزيد لها شويه
هكا. هذه لاصوص تاع الجين وحارة تقتل. اي بون ابيتي. والاخرى هاي هنا مازال ما طابتش، ما طيبوهاش درك. شهيتكم في الجنه. نوضو نوضو الفنيانات، تروحوا طيبوا بيتزا، سي بلي فاسي فاسيل، سي ميم با اون دوميير ولا اون اور، وانتم موجودين بيتزا ايطاليان وسي. ان شاء الله تعجبكم البيتزا تاعي. نقسموها ولا لا؟ لا نقسموها بالك. شوفوها انا نحبها رقيقه البيتزا. نقسم لكم طرف تشوفوا. لا هاي لي رقيقة وطيبة من التحت. وقاعدي شهيتكم في الجنة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتعاودوها لوليداتكم ودياركم. نقول لكم ان شاء الله لا بروشين روسيت. ا بيانتو، باي باي، بون ابيتي.